لمزيد من التفاصيل حول نشاطات الهيئة ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان نائب مسؤول القسم المهني في هيئة علماء المسلمين الدكتور عمر العالي. أهلا بك دكتور عمر. أهلا وسهلا، حياكم الله. دكتور عمر، توصلت مؤخرا إلى اتفاق مع جامعة جرش، هل بإمكانكم أن تزودونا بتفاصيل أكثر حول هذا الاتفاق وكيف سيستفيد الطلاب العراقيين في الأردن من هذه الاتفاقية، والتي كما ذكرنا في الخبر سيكون هناك تخفيض بنسبة 25% على تكاليف التسجيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهدي قناة الرافدين الفضائية. في الحقيقة تم الاتفاق مع جامعة جرش منذ وقت مبكر، وتحديدا في يوم 25/9/2017، والآن تم الإعلان في قناة الرافدين عن فتح باب التسجيل في الجامعة. نعم، وهو صراحة أحد بنود الاتفاق مع هذه الجامعة، وبها يستحصل الطالب على خصم 25% من أجور الدراسة. وأما عن كيفية استفادة الطالب العراقي من هذه الاتفاقية أو هذا الخصم، فكما هو موضح في الإعلان، التواصل مع حسابات القسم المهني ومنصاته الإلكترونية على الفيسبوك وتويتر، وبعدها يتم توجيه الطالب بالشكل الذي يتناسب مع تخصصه ومعدله الدراسي للحصول على هذا الخصم وخصومات أخرى، سواء في جامعة عمان الأهلية يصل خصم إلى 30%، وجامعة الإسراء يصل خصم إلى 45%، وجامعات تم الاتفاق معها وإبرام يعني توقيع اتفاقية بين الهيئة وهذه الجامعات. وهل يشمل ذلك تخصصات معينة أم جميع التخصصات؟ بعض الجامعات اشترطت بعض التخصصات بحسب المعدل الدراسي والتخصص، وأما جامعة جرش فنسبة 25% على جميع التخصصات وعلى أي معدل. كان هناك أيضا زيارة لمنظمة نوريف النرويجية للهيئة، إلى أي مدى تساهم مثل هذه الزيارات في إيصال الصورة أو الرؤية، رؤية هيئة علماء المسلمين عن الجانبين السياسي والإنساني في العراق للمنظمات الأجنبية؟ نعم، بالأمس زار مكتب الهيئة في عمان الوفد النرويجي، وكان في استقبالهم فضيلة الأمين العام الدكتور مثنى حارث الضالي الأمين العام للهيئة، واستمع الوفد لرؤية الهيئة للواقع العراقي الحالي والمستجدات على الساحة المستقبلية، وكان الحوار يعني موسعا بين فضيلة الأمين العام ومعه فريق الأقسام والوفد النرويجي في الطرف الآخر. دكتور عمر، ماذا عن مشاريعكم المستقبلية سواء في القسم المهني أو باقي الأقسام الأخرى في الهيئة التي تخدم الشباب العراقي في الداخل أو الخارج أيضا؟ لدينا عدة مشروعات مختلفة واختلافها اختلاف تنوع، تخدم الطالب العراقي وفئات المجتمع العراقي بكل أطيافه وبحسب تخصصات الأقسام. ففي 6 اتفاقيات في عمان إلى اتفاقية مع المنتدى العالمي الوسطية ليكلل الأمين العام هذه الجهود بزيارته لماليزيا والتواصل مع جامعة الملايا والجامعة الإسلامية هناك والروابط العلمية والدعوية والمهنية، والأقسام جميعها تقدم خدمات كل بحسب تخصصه في المجال السياسي والعلمي والدعوي والمهني، وكل ذلك خدمة للمجتمع العراقي والأمة بشكل أوسع. الدكتور عمر العاني نائب مسؤول القسم المهني في هيئة علماء المسلمين، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.